الحقيقة أنا ببقى دايماً دايماً عاجزة وأنا بكلم أهالي الشهداء، ما ببقاش حاسة إنه أي كلمة هنقولها تقدر يعني تقدم أي شيء من اللي هم قدموه، لكن هنفضل دايماً الحقيقة راسنا مرفوعة علشان الشهداء اللي قدموا حياتهم من أجل هذا الوطن الكريم. خليني أكمل أيضاً مع الأستاذة نورهان رفعت أرملة الشهيد المقدم مصطفى عبد الرازق. مساء الخير مدام نورهان. مساء الفل يا استاذه، اتفضلي معاكي. نورهان كلميني على الشهيد المقدم مصطفى عبد الرازق. مصطفى كان من الناس اللي بتحب شغله بطريقه مش طبيعيه، كان عنده تعلق وشغله رهيب، يعني كان شغله ثم شغله ثم شغله ثم اي حاجه بعد كده. كان مجتهد جدا، كان متفاني بطريقه انا اول مره اشوفها في حياتي. يعني انا حقيقي كنت فخوره ان انا فعلا زوجه للضابط ده، لان هو كان مجتهد قوي، كان واحد بيشتغل حتى وهو نايم، كان ما كانش بيوقف شغل ابدا. يعني ساعات كنت بستغرب ان هو ازاي قادر ان هو يعمل حاجه زي كده، بس انا كنت مدركه تماما قد ايه هو بيحب شغله. ف يعني هو حقيقي يستحق التكريم، مش بس تكريم الرايه، تكريم الاستشهاد نفسه بجد. هو كان يستحق حاجه كبيره قوي زي كده. طب قولي لي، متى تم استشهاد المقدم مصطفى عبد الرزاق؟ في 8/6/2023. ده يعني لسه احنا في حضره استشهاده يعني. دي حقيقه. طيب كلميني، هل في اولاد؟ معايا سامح 6 سنين. ساره؟ سامح. سامح. طيب سامح، يعني هل سامح كان مدرك للحظه الاستشهاد؟ اكيد طبعا، يعني هو اتاثر طبعا جدا باستشهاد بابا، يعني نفسيته كانت سيئه جدا، يعني خد مني مجهود عشان اقدر ان انا اسيطر على نفسيته وان هو يترجع. انا شايفه وحضرتك بتكلميني سامح اهو بيسلم على سياده الرئيس، وهيفضل فاكر على فكره هذه اللقطه، عمرها ما هتروح ابدا من دماغه، واستشهاد والده والاسم الكبير، يعني هيفضل ده دايما محفور جواه. اكيد طبعا، هو على فكره فخور جدا بباباه لدرجه ان هو لما بيمشي في الشارع بيكلم اي حد سواء يعرفه او ما يعرفوش وبيقول له انا ابن الشهيد مصطفى عبد الرزاق. يعني هو حقيقي بيكلم كل الناس اللي في الشارع، مش بس اللي يعرفهم. هو فخور جدا بباباه، يعني انا بحاول ان انا اوصل له ان قد ايه دي حاجه جميله، ان احنا عندنا بابا شهيد. انت لازم طبعاً تبقى فخور جدا ان ربنا اختار بابا ان هو يبقى في المكانه دي. اكيد. قلت له ان يعني لو ما كانش بابا شاطر جدا وتعب جدا في شغله، ما كانش ربنا هيختاره ان هو يدخل الجنه بسرعه يا سامح. أكيد. هو مدرك طبعا قد ايه ان هو باباه ضابط قوي وكان يستحق المكانه دي. اكيد. الله يرحمه. أكيد، يعني ألف رحمة ونور، ويستحق أعلى المكانة وهو فيها بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوف سامح مصطفى عبد الرزاق بإذن الله في أعلى الأماكن هو كمان. أشكرك شكرا جزيلا.